ضابط ليفانا. مرحبا. سلام. ضابط إليوت. مرحبا. مرحبا. سجن الدامون مو سجن للبشر. انت خيوانة. معنى تطبيع مع إسرائيل خلى القضية الفلسطينية مش من أولوية الحرب. الآن لازم كشف كلي للهدف 27 والهدف 209. الرصاصة اللي رح تقتلك ما رح تسمع صوتها. عفين بدكم تغحلوني يعني؟ مستحيل، المصدر مجهول. معذرة سيد الوزير. مرتي مليون راجع منكم، ادفعوا. أنا عسكري. العسكري بدون سياسي ما بيسوى شيء.